منذ انطفاء نار الحرب في محافظة نينوى والفرق التطوعية بمثابة عكاز توكأت عليه الموصل المنكوبة حتى تماثلت للشفاء، شباب من المدينة عملوا مع بعضهم على شكل مجموعات لإعادة الحياة إليها عن طريق تواصلهم مع منظمات دولية أسهمت في ذلك. عندنا هموم كثيرة لا يمكن أن تستوعبها الحكومة المحلية وحدها، نريدهم أيضا يسدون الجاب الفراغ اللي موجود، يعني نريدهم يساعدونا في أن تكون الموصل أجمل، سنجار أجمل، حمام العليل، كل قضاء وناحية لابد أن تكون أجمل. وأيضا نريدهم أيضا مع الناس اللي يحتاجون، عندنا كثير من كبار السن، عندنا كثير من الناس اللي يحتاجون الإرشاد والعون والوقوف معهم. لم يعد حالهم كما كان سابقا، غياب الدعم الحكومي المعتاد وانشغال المنظمات الدولية بحرب أوكرانيا كان سببا مباشرا في تراجع أعمال الفرق التطوعية، إضافة إلى رفض بعضهم العمل تحت لواء جهات متنفذة تستغلهم في الترويج لها، ما تسبب في اختفائهم عن أرض الواقع. أبرز العقبات التي تواجه الفرق الطوعية في وقتنا الحاضي هو نقص الدعم الموجود للفرق. قبل كانت منظمات دولية موجودة بكثرة في مدينة الموصل مثل منظمة USAID والIOM، كثير من المنظمات الأخرى سحبت بسبب الحرب الأخيرة على أوكرانيا. يقام اليوم في الموصل الملتقى الأول لقادة العمل التطوعي بحضور رسمي وجماهيري، استعراض منجزاتهم وتكريمهم على ما قدموه كان الهدف الأول، إضافة إلى الاستماع إلى مشاكلهم والعقبات التي تقف في طريقهم. الفرق التطوعية قامت بعمل كبير وجبار خلال السنوات الماضية في تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة الإنسانية والمجتمعية. أي إنسان يعني يقدر وعنده مجال ياريت يشتغل بالعمل الطوعي، وياريت كلنا يعني سوا متعاونين بعد حتى نمني. من الموصل محمد طلال، قناة زاغوس فضائية.